السلام عليكم ورحمة الله dear pupils, welcome again. Today I want to explain the grammar. Grammar here the past continuous tense. The past continuous tense اللي هو زمن الماضي المستمر. زمن الماضي المستمر. هذا الجرامر رح أشرحه لسادس ولسابع. For grade 6 and grade 7. Grade 6 and 7. Because it is very important. جدا مهم. Okay. And it's easy. So easy. Okay. سهل ما في مشكلة. ركز معي بالشرح. رح نشرح هدول الاكزامبلز ورح اشرح امتى بنحكي عنه. وبعدين رح نعطي الـ questions اللي هو الاكسرسايز التمرين طبعا. Okay. Here the past continuous tense has these uses. هدول الاستخدامات بيستخدموا الباست كونتينيوس امتى بنستخدمه. It is used to talk about something. تكلم يستخدم في التكلم او التحدث عن شيء ما. That was happening. كان يحصل. Was happening. كان يحصل. At some time in the past. في وقت ما في الماضي. حدث كان يحدث في الماضي. كان يحدث في الماضي. كان أثناء الكلام. The action had not finished. الفعل الحدث لم ينتهي. At the particular time in the past. في زمن الماضي. في زمن الماضي. Particular time in the past. في زمن الماضي كنا نحكي فيه وما كان ينتهي. ما انتهى يعني. في اللي حدث في الماضي. كنا نعمل. كنا. هلأ من خلال الأمثلة. Now, 3 years ago, I was living in Germany. قبل 3 سنوات, while I was living, كنت أعيش. قبل 3 سنوات, كنت أعيش in Germany, في ألمانيا. Here, I was talking to my friend. كنت أتحدث. I was talking. إذن هون بدك تكتشف واحدة إن اللي pronoun, الضمير I, بياخد was. والverb, بتضاف له ing, هيها leaving. هون I was, لو I أخذت was, talking, ضفت للفعل talk, يتحدث, ing, talking to my friend at 10 o'clock last night. كنت أتكلم مع صديقي على الساعة 10 أمس, الليلة الماضية, last night, الليلة الماضية. يعني شرحها, I began talking, بدأت بالتكلم to her, معاها, before, قبل 10 o'clock, قبل الساعة 10. I was talking to her, وكمان ضليت أحكي معها, after 10 o'clock, بعد الساعة 10. فat 10 o'clock, I was talking to my friend, كنت أتكلم مع صديقتي. Okay, هذا هو الشرح لإلها. هلأ to, it is used to talk about something. يتحدث كمان أيضا استخدامه to talk about something, نتكلم عن شيء ما. That was happening, كان يحدث. When another past action, عندما another past action, فعل بالماضي آخر, فعل آخر حدث في الماضي. Was completed, يعني أنا كنت أدرس. رن جرس البيت. رن بالماضي. كنت الآن. كنت نتكلم. كنت أدرس أثناء الدراسة. The bell rang. The bell rang. رن الجرس. هذا الفعل انتهى. حدث وانتهى. عندما أنا كنت أعمل بي فعل تاني, بأكشن تاني. It is used, كمان يستخدم. It is used with the past simple tense. يستخدم مع simple past اللي هو التصريف التاني. كنا بنعمل هيك, كنت بعمل هيك, صار في حدث تاني وانتهى. حدث فعل وانتهى. هلأ انتبهوا لي. I was walking down the street, كنت بتمشى بالشارع. When I saw the sale sign, عندما رأيت وشاهدت وخلصت. بس شو كنت بعمل؟ I was walking, كنت بمشي. لما شاهدت أو رأيت the sale sign, إشارة السيل اللي هي إشارة التنزيلات. We were, هذا الإكزامبل. هلأ هون we were playing, كنا نلعب. When my brother, عندما أخي ran away, ركض. And caught, و
لحق بالباص أباس كوت أباس. إذن هذا we were، كنا الوي أخذت where، الverb play ضفنا له ing، when إجت when عندما my brother أخي ran هاي simple past، ran away ركض بعيدا، and caught caught لحق بالباص هاي simple past caught ماضي catch a bus. أوكي هلا my phone rang هيو تليفوني ران when I was driving home عندما كنت أقود للبيت يعني أقود السيارة متجها للبيت. هذا الجزء الأول simple past هيو my phone rang rang هذا simple past هيو simple past شايفينه. past continuous الجزء الثاني I was driving driving I was driving هذا past continuous الماضي المستمر. أوكي هلا 3 it is used to talk about two actions نستخدمه في التكلم أو التحدث عن two actions حدثين in the past that happened at the same time يعني حدثين في الماضي واثنين حصلوا في نفس الوقت at the same time and were continuous ولا زالوا مستمرين. هدول حدثوا في الماضي ولا زالوا مستمرين. I was talking to my friend كنت أتكلم مع صديقي while معناها بينما I was washing the dishes كنت أغسل الأطباق. أوكي كنت بتكلم مع صديقي while بينما I was washing the dishes أغسل الأطباق. هذولا الاثنين حصلوا بالماضي واستمروا في الحدوث الاثنين مع بعض هاي talking التحدث مع صديقتي أو صديقي. I was washing the dishes كنت أغسل الأطباق. Here the sun was shining الشمس كانت تشرق while we were walking in the park بينما while هي while we were الوي بتاخد where walking ال ing بنضيف ing ل walk يمشي in the park في الحديقة أو في المنتزه. She was الشي بتاخد was walking on her computer كانت تعمل على كمبيوترها كانت تشتغل على كمبيوترها while she was talking to her friend بينما كانت تتكلم مع صديقتها يعني حدثين was continuous was continuous she was talking she was working on her computer هذول الفعلين بنفس الوقت حدثوا بنفس الوقت باستخدام while بينما. هلا past continuous forms اللي هم تشكيل past continuous بالpositive بحالة الpositive اللي هو المثبت الجمل المثبتة. I بتاخد was I was eating an apple you بتاخد were you were eating an apple أنت كنت أو أنتم كنتم تأكلون التفاح. he she it بياخدوا was he she it بياخدوا كمان was eating ing an apple كانت هو كان يأكل تفاحة هي كانت تأكل تفاحة it لغير العاقل تأكل تفاحة. now we بتاخد where قلنا we were eating apples كنا نأكل تفاح they were eating apples كانوا هم يأكلون التفاح. إذن I بتاخد was ال you بتاخد where she وال he وال it was ال we بتاخد where وال they بتاخد where هذا بالبوزيتيف. هلا بالpast continuous forms اللي هو النيجاتيف النفي I wasn't يعني was not I wasn't eating an apple you weren't يعني were not eating an apple he or she or it wasn't لأنه بتاخده was فالنفي was not eating an apple we weren't يعني were not eating apples they weren't يعني were not eating apples هذا النيجاتيف فورم بشكل المثبت المثبت positive sorry مثبت والنيجاتيف sorry هنا النفي. هلا past continuous forms the question question السؤال صيغة السؤال what was I eating ماذا كنت أكل what were you eating ماذا أنت كنت تأكل هذا ال question mark question what ماذا بس بنحط هنا ال was وال were قبل الضمير بالسؤال بعد كلمة السؤال بعد كلمة السؤال تشكيلهم هاي كلمة السؤال what 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 بس بيجي ال was قبل الفاعل قبل الفاعل اللي هو السبجكت what was I eating what were you eating هاي السبجكت الفاعل you هنا I قبليهم إجا الواز والwhere
What was he or she or it eating؟ كمان هون الواز بتيجي بعد كلمة السؤال وقبل الفاعل قبل السبجكت. What were we eating؟ ماذا كنا نأكل؟ What were they eating؟ ماذا كانوا يأكلون؟ أوكي، هذا الشرح يامس للpast continuous. نيجي هلا here page number two. The past continuous tense is made with، بإيش بتشكل الpast continuous tense؟ مع was were، was or were، sorry was or were، قلنا إمتى بتيجي was وإمتى were، زائد the present participle اللي هو التصريف الفعل مضاف له ing، ال present participle تصريف ال ing الفعل بالمضارع بس مضاف له ing. The present participle is the base of a verb. شو هو ال present participle؟ ال present مش ال past. present اللي هو المضارع البسيط اللي هو الفعل الأساسي للفعل زائد plus، هيها plus ing، هو الفعل الرئيسي من تشكيل الأفعال القائمة الأولى، يعني القائمة الأولى الفعل الرئيسي، لأنه أخذنا simple present وpast وpast past participle تصريف ثاني وتصريف ثالث، هذا التصريف الأول بالإضافة مش لحاله plus، هيها plus ing، eg يعني example، talk بنضيف لها ing بتصير talking، talk talking يتحدث، يتحدث بالاي ان جي. الاكسرسايز نمبر 1، رايت ذا بريزنت، هذا لك السؤال، رايت ذا بريزنت بارتيسيبل اوف ذيز فيربس، بدنا نكتب البريزنت بارتيسيبل اللي هو مضاف له اي ان جي، يعني بدي اضيف للفعل اي ان جي. بي كيرفول وذ يور سبيلينج، بدك تنتبه للسبيلينج للتهجاي للكتابه. Two are done for you as examples، اثنين انعملوا لإلك كمثال اللي هم rain تمطر raining ضفت لها ing، walk يمشي walking ضفت له ing. هلا هون stands يقف standing بضيف لها ing، work يعمل working ing، buy يشتري buying ing، sleep ينام sleeping ing، go going ing، eat يأكل eating ing بضيف، listen يستمع listening، listen هون تي طبعا silent تي silent، listening بضيف لها ing. اوكي هون هلا نكمل العمود الثاني. come coming omit يمس omit ال i، بشتو بال i، بشتو بها ال i بال بشتو بال i، coming بشتو بال e، sorry بشتو بال e بضيف ing، بشتو بال e بضيف ing، come يأتي، choose يختار بشتو بال e بضيف ing، درايف يقود بشتو بالإي أوميت إي أوميت إي أوميت إي بشتو بالإي الأخيرة، وعشان أضيف إي إن جي لازم أشتو بالإي، بتصير درايفينج إي إن جي، رايد يركب بشتو كمان أوميت إي بلس إي إن جي بضيف الإي إن جي، ستوب ستوبينج بضيف الإي إن جي، ران يركض ستوب يتوقف، ران يركض رانينج، بس هون بدها تنضاف كمان ان دبل ان بتصير running بالان اي ان جي، ليف يغادر اوميت اي بضيف اي ان جي، كات يقطع او يقص، هون بدي ادبل دبل تي بتصير دبل تي بضيف تي اي ان جي، ايش بضيف تي اي ان جي، بوت نفس الاشي يضع كمان دبل تي بيصيروا بضيف تي اي ان جي تي اي ان جي، بدك تنتبه لهم هدول يامس. اوكي طبعا هنا هياتهم يامس محطوطين الحلول الانسر كي هياتهم، هذا اكسرسايز نمبر 1، بس انا بشرح لك اياه مشان تعرف عشان انت ترجع تتاكد من اجاباتك، واضح؟ هلا اكسرسايز 2، complete these sentences، اكمل هذه الجمل with the verb in the brackets، بالفعل اللي بين أقواس، put each verb in the past continuous tense، بدنا نحط كل فعل بالpast continuous، يعني بدنا نضيف له ing، طبعا لازم نضيف was or were حسب السبجكت، حسب الفاعل، السبجكت يعني فاعل البرونان، قلنا ال I he she it بياخدوا was، والverb نضاف له ing، with they you
وي بنضاف بياخدوا وير والفير بنضاف له اي ان جي. I lost my keys هون I lost my keys when I الاي قلنا بتاخد was الفعل walk هيها بين قوسين بتصير walking اذا was walking home بينما كنت امشي ل عندما كنت امشي للبيت. It was raining كانت تمطر while we الوي بتاخد where having ing بشطب اي بحط ing dinner كنا نتناول العشاء. I saw the department stores رأيت محلات المحلات المخازن محلات البيع. When I عندما الاي قلنا بتاخد was on the bus on the bus الverb sit اذا when I was sitting بضيف T-I-N-G بحط sit وبضيف لها كمان T-I-N-G. D her phone rang while she بتاخد was to her new bus الverb هياته بحطه بعد ال was talking اذا she was talking. E my friends جمع بياخدوا where والverb هيها drive بحطها هون بعد ال where تصير driving لكن من غير e omit e. اذا my friends were driving to work when they heard the news on the radio كانوا بيسوقوا للعمل عندما سمعوا الاخبار في الراديو. He تاخد was والverb رايد يقود ing بس قبل ما اضيف الing omit e بشطب الe بتصير he was riding his bicycle when the cat ran across the road. We couldn't go to the beach لم نستطع ان نذهب للبيتش للشط yesterday امس because it تاخد was raining كانت تمطر raining بضيف ing. It was a lovely day يوم حلو كتير حبينا يعني. The sun was shining كانت الشمس تشرق and the birds الطيور بتاخد لأنها هي جمع plural were singing in the trees كانت تغني على الأشجار singing تغني أو تغرد. أوكي يامس هلأ هذا يامس الانسر كي الأجوبة لا التمرينين اللي حليناهم هي أنا حليناهم ما في داعي بس إنه عشان أنت تتأكد هيهم الأجوبة. هذا exercise number one اللي ضفنا له ing كيف ضفنا له شطبنا ال e وفي كلمات عملنا دبلناها زي stopping double p running double n cutting double t putting double t وهير كمان exercise two اللي حليناه هنا بالواز وال ing للverb. أوكي يامس فهذا هو يا مس الباست كونتينيوس اوكي يا جود باي.